حلقة استثنائية من يا هلا بالعرفج، ليلة أربعائية خاصة وأمسية ترتدي ثقافة جديدة يصحبكم فيها عامل المعرفة أحمد العرفج. أهلا بكم. حياكم الله في حلقة جديدة واستثنائية من يا هلا بالعرفج. 250 حلقة كانت غنية بالموضوعات، بالقضايا، بالثقافة وبالمعرفة. على هذه الطاولة لم يكن الرأي وحيدا، ولم تكن الرؤية ضيقة، وكان أفق المعرفة يتسع بالعلم وبالحوار وبالوطن. يا هلا بالعرفج يوقد الشمع 250، وهو يستقبل عاما جديدا ويراهن في مقدمته أن الضوء لن يخبو، وأن الوضوح لن ينطفئ، وأن الأحلام لن تذبل. كل عام والعرفج صديق المعرفة الصدوق. مئتين وخمسين حلقة ما شاء الله تبارك الله من يا هلا بالعرفج مع عامل المعرفة أحمد العرفج، الرجل الذي ظل ثابتا في مكانه في الطرف الآخر من الطاولة، على الرغم من أن الطرف الأول مر عليه كثير من الأساتذة المذيعين الذين نحمل لهم كل التحية والشكر والتقدير. أبو سفيان حياك الله معنا، وكل عام وانتم بخير بمناسبة 250 حلقة. الله يحفظك. أول شيء شكرا لكم على المفاجأة، فريق الإعداد الجميل شاهين وأحمد عبد الكريم وأيضا محمد العرجاني وسالم، وطبعا زعيمنا موسى أبو ريان، إنكم فاجأتوني بالحلقة. أنا كنت مجهز نفسي على العادة. لا لا، اليوم حلقتنا مختلفة كثير. 250 ما شاء الله العمر يركض، هذه مشروع دراسة ماجستير ودكتورات بالراحة عقبال 500 يعني. إن شاء الله إن شاء الله. فاجأتوني بهالكلام، أشكركم شكر عميق، ولازم الإنسان يشكر أصحاب الفضل. خليني أبدأ من
أبو سعد علي اللي صاحب فكرة يا هلا بالعرفة اللي طبعا رحل لكن بقي أثره، بعدين جاء خالد العقيدة، بعدين أنت، والحقيقة أنكم ثلاثة مدارس كنت أنا فخور أني مع الثلاثة تعاملت كل واحد في إطاره، وكل واحد منكم كان إضافة لي. يعني إذا قلنا أنك أنت خلينا نقول برتقال فعلي فراولة، وموسى مثلا قصدي خالد مثلا خلينا نقول خوخ إلى آخر، يعني كتشبيه بسيط أنه كلكم مجموعين في قولكم فواكه لكن تختلفون في المذاقات. أشكر أيضا أستاذنا معالي الوزير تركي الشبان اللي أنا تشرفت بالعمل معه 5 سنوات وأعطاني هذا المكان، هذا المنبر اللي أنا لا أحد يسألني ماذا أقول ولا أحد يسألني ماذا أعددت، أعطوني الثقة هذه وإن شاء الله أن يكون قدها. أيضا الزعيم الكبير أبو خالد الوليد اسمه الأمير الوليد بن طلال اللي عمره يعني دائما كان أكبر داعم لي، يقول يا أحمد أنا ما فوت حلقتك أبدا ولا عمره أبدا تدخل في مادة، أو اللهم فقط يوم مشي معي قال لي ما تحذف ورشة، قلت له ما نحذف حنا نزيد يا أبو خالد. طيب جميل، احنا فخورين فيك جدا دكتور، وانا على المستوى الشخصي فخور مرتين حقيقه، الاولى اني احاور يعني قامه ثقافيه ومعرفيه مثلك، والثانيه اني اخلف في هذا المكان استاذين كبيرين جدا الاستاذ علي العلياني والاستاذ خالد العقيلي مس عليهم بالخير. اليوم حزمه افراحنا وكل فقراتنا حتكون مختلفه، لكن بناخذكم مع الاختلاف هذا شوي شوي، بس حزمه الفرح اليوم ما راح تكون لهذا الاسبوع، لكن حزمه الفرح لعام كامل عاشت السعوديه عام 2019، كيف نقدر نستعرضها؟ والله شوف احنا لما حصرنا حزمة الفرح طلعت في الموسم كله 200، فصعب نقول 200 فحولناها إلى 100، فصعب نحول 100 فقالوا يا رجال خليها 50 فحولنا 50، قال شاهين كثيرة، فاكتفينا بأهم 10، وإن شاء الله اللي يبغى المزيد يرجع للحلقات الماضية أو أنه يتابع التقارير اللي صراحة كثير من وكالات والصحف اللي رصدوا إنجازات 2019. يمكن من أهمها الأشياء اللي تدشين الملك سلمان الله يحفظه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، هذا أمن غذائي مهم. أيضا تدشين سمو ولي العهد لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، أيضا إطلاق القمر الصناعي المخصص للاتصالات، هذه تتكلم عن مشاريع وطنية للمدى الطويل مش شيء سريع. أيضا مجلس الوزراء يقرر استحداث تأشيرة سياحية وكانت مثار جدل عالمي، أيضا طرح اكتتاب أرامكو هذا هو، أيضا السعودية تتسلم قيادة قمة العشرين وهذه أيضا كذا، انضمام أيضا سوق الأسهم إلى الأسواق الناشئة هذا يعطيك بعد عالمي وثقة العالم، أيضا مواسم السعودية الترفيهية سواء في جدة أو في الرياض التي يعني يعلن عنها معالي المستشار تركي للشيخ الآن، مقبلين على الشرقية ومقبلين على مواسم أخرى، أيضا السوق المالية زي ما قلت لك دخلت، أيضا الملك سلمان وضع قبل شهر بوابة الدرعية لتكون وجهة محلية وعالمية، أيضا إعلان طبعا طرح منطقة الخمرة، أيضا هذا مشروع استراتيجي كمنطقة لوجستية ولفتح الباب للاستثمار، أخيرا ممكن نقول نادي الهلال حصول على بطولة آسيا هذا هو يصب في مكتسبات الوطن، وصول أول رحلة إلى نيوم أيضا اليوم فقط، وأنا مشايل الطريق شفت مشاريع السعودية أنه تشغيل القطار أبو 300 ساعة وهذا شيء ممتاز، يعني أنت تتكلم عن جدة والرياض 300 كيلو في الساعة، يعني أنت تقطعها بساعتين ونص وهذا إنجاز كبير. يعني إذا تسمح لي أضيف لها شغلة إذا تشوف أنها من حزم الفرح، هي بشارة الابتعاث الثقافي اللي قالها وزير الثقافة، أنا أشوف أنها واحدة من الأفكار التاريخية جدا تاريخية، وأيضا التعليم في التعليم الإدخال الموسيقى في كذا، والله قلت لك لو بنقعد نقعد أسبوع، لكن حنا حسبك ما من الجيد ما يحيط بالعنق. طيب علشان نعطي هذه الفقرة حقها في توضيح للناس مثل ما نعطي الفقرات الجاية، أبسألك عن حزمة فرح، يمكن هي من الفقرات الأخيرة اللي أضيفت، لما يعني اتفقنا على موضوع حزمة فرح، هل كان أحمد العرفة في جواته خايف شوي أنه ما نلقى الكمية اللي نحتاجها كل أسبوع؟ والله لا أنا ما كنت خايف، بس أنا خفت لما تناقشت مع الشباب في الإعداد قالوا يمكن ما يوفي أحمد، قلت لهم الوطن ولاد ومعطاء كل أسبوع نقدر نجيب، وفعلا صرنا في مأزق الاختصار وليس في مأزق البحث عن الحزمة هذه، والحزمة للأمانة فكرتها أنك تلخص الوطن في أسبوع،
يعني حنا لو لاحظت يا هلا بالعرفج صار هو عدة برامج، برنامج فني وثقافي وكذا، فالمواطنين البسطاء اللي بيعرفون ماذا حصل خلال أسبوع من الأخبار المبهجة، لأنه مع الأسف الأخبار السيئة هي تتولى النشر بنفسها. أنت دائما في مشكلة في نشر الخير، نشر الشر ترى فيه بركة. ويمكن هذه كانت من المبادئ الأولى لإقرار هذه الفقرة بالضبط. وأيضا تغنينا عن أشياء كثيرة، أنت لما تعطي المواطن سطر افتتاح المشروع الفلاني خلاص هو يبغى السطر الواحد، الديتيلز هذا هم المختصين. جميل جدا، يمكن هذه كان حول حزمة الفرح. باقي فقراتنا بطريقة عرضها الجديدة في حلقة اليوم راح نوافيكم فيها، لكن بعد هذا الفاصل الأول. الله من جديد في هلا بالعرفج، حياكم الله من جديد. فقرة خبر الأسبوع هي الفقرة اللي بالعادة نبدأ فيها حلقة يا هلا بالعرفج. اليوم ما رح نستعرض خبر للأسبوع، لكن بمناسبة وصولنا إلى الحلقة 250 راح نستعرض لكم هذا الفيديو اللي يجمع أهم ما طرح في فقرة خبر الأسبوع. طبعا يصعب أن نحيط بكل ما طرح، لكننا حاولنا أنه ننتقي شيء من أهم ما طرح في فقرة خبر الأسبوع، ورح نكشف لكم بعض التفاصيل في طريقة إعداد وتقديم فقرة خبر الأسبوع. خلونا نشوف الفيديو ونرجع. عرف للقاف ورسلته على العرف. أبرز أخبار المشهد السعودي بالأسلوب الخاص اللي يمتلكه عامل المعرفة أحمد العرفج، تعليقات بالصميم ولغة الأرقام حاضرة ما تغيب ومطالب كثير منها تحقق، كلها كانت في فقرة خبر الأسبوع من يا هلا بالعرفج. أنا كل اللي أقوله، حنا طبعا ما نقدر نعطي البلدية حلول، حنا نقول يا جماعة اجلسوا مع مع أصحاب الأشياء، لأنه ذول عندهم مشاريع كبيرة. كون أنه هذا المؤشر العالمي يثبت أننا حنا طلعنا من القائمة الأكثر غضب وبدينا في الإيجابية، هذا مؤشر جميل، خلينا نتمسك فيه ونزيده. مع زحمة مادة 677 اللي مركزين عليها، أنا أقول هناك 66 طلب للأيتام. الوزير مع زحمة العمل وهو رجل إن شاء الله أنه يعمل بجد واجتهاد، لا تنسى موضوع الأيتام وأنا عميد الأيتام. في زمن الحلول الحمد لله أنه واضح أن الرؤية وعصر الحزم والعزم ماشي في موضوع حل القضايا المعالقة من سنين الحمد لله، موضوع قيادة المرأة السيارة 40 سنة تحل في يوم. تعرف للقاف ورسلته على العرف، دكتور علم وحياته مستوى راقي، قامت حروفه على النهار الشعر تزفج، وتحررت في سما تعليم وفاقي. تعرف جلقاه ورسلته على العرف. هذه فقرة خبر الأسبوع اللي عودناكم نبدأ، وهذه حلقة للمكاشفة الجميلة يعني بين العرفج وجمهوره. دكتور، يمكن احنا في المطبخ القريب من إعداد الحلقة نعرف كثير من التفاصيل، لكن الجمهور ما يعرف. كيف تختار خبر الأسبوع؟ وش اللي يشدك؟ والله شوف، احنا عندنا معايير للخبر. اول شيء انه يكون يهم 100,000 وما فوق من الناس، يعني في اخبار تهم 20,000، هذولا ممكن نتناولهم في اهل اليومي، ممكن نتناولهم من مقال صحفي. لكن تعرف احنا 40 دقيقة في الاسبوع، فودنا نضخ في 40 دقيقة ما يثري المشاهد. البرنامج تشكل بدون رغبة مني او منكم او من روتانا، تشكل انه يكون برنامج الاسرة، فلازم نراعي كل الجوانب، خبر عن المجتمع وخبر عن الفن وخبر عن المشي وخبر عن الرياضة. طريقة الإعداد طال عمرك أنه خبر يهم الناس، مثلا إيقاف الخدمات، بند 105، إغلاق المحلات وقت الصلاة، إخراج الشياش، إخراج المقاهي خارج المدن، كل هذه القضايا الحمد لله كان لنا ولمسة، ولكم أنتم لمساتكم ولبقية القنوات عشان ما نظلم، كلنا كنا نتعاضد لمصلحة. يعني في نظرية عند الغرب اسمه كلنا الناظر جهة النجم الشمالي، فكل القنوات تطالع على مصلحة الوطن متصل لهذا. أيضا طريقة إعدادنا تختلف أزعمنا عن الباقي. ليه؟ لأن احنا نبحث عن الأصول والجذور. مثلا لو بتكلم عن منع العقال في الدوائر الحكومية مثلا، هذا خبر بعلق عليه، أنا حرجع لتاريخ العقال وليش هو أسود؟ هل هو فعلا لما سقطت الأندلس العرب لبسته حزنا على سقوط الأندلس؟ لماذا العقال؟ وإيش علاقته في لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله؟ فحنا نجيب الجذور التاريخية للقضية، هذه اللي تميزنا فيها عن الآخرين، وهذه يحتاج إلى عمق معرفي، إنك تحفر في المعرفة وتجيب الأشياء البسيطة. العباية مثلا، العباية المخصرة، متى العرب لبسوا العباية؟ متى أول من لبس العباية؟ ولماذا هي سوداء؟ أسئلة قد تكون
ليست في الصميم المباشر للناس لكن تعطيهم ثقافة بحيث أنه ينتشي لما يسمع أنه والله العقال أسود لبسوا العرب حزنا على الأندلس، هو يروح لأصحابه في الاستراحة فرحان أنه عنده معلومة. برنامج يا هلا بالعرفج قائم على شيئين، قائم على تبسيط المعلومة وقائم على مصدر المعلومة أنه نقول هالمصدر فيها. قضايا المعلمين والمعلمات حاضرة، قضايا الإسكان حاضرة، وحصل أننا هاجمنا وزارة الإسكان بعدين اعترفنا لهم بالجهد، حصل أنه وزارة الصحة كثير من القضايا المهمة اللي تصلنا نوصلها. باقي طال عمرك أنه يعني أنا اللي حصيتها 600 قضية تكلمنا فيها خلال 5 سنين، ما أعتقد في قضية تهم الشارع السعودي في 100,000 فما فوق إلا تعرضناها في أهل باليومي ويا أهل بالعرفج. بقي قضية طبعا أحيانا الناس يتحاملون علينا، في شاب مطلع مقطع أنه يقول أنه أحنا لما تكلمنا عن إغلاق المحلات وقت الصلاة أنه إحنا طلبنا بإلغاء صلاة الجمعة وفتح المحلات صلاة. أنا أتحدث كنت أنا أقول هالكلام، لست من السفاهة أني أقول هالكلام، ونزل المقطع. كثير من أصحاب القانوني قالوا يا أحمد ارفع عليه قضية وتأخذ 500,000 ريال أقل شيء. قلت لا ابن حلال أنا مسامحه، بس الواحد يتعقل قبل لا يقول، لأنه أنت لسان مسؤول عن كلامه. حنا هنا الحمد لله نملك من الحصافة، لو أخطأنا نعتذر، لكن الحمد لله عمرنا ما وقعنا بأننا نخطي خطأ قانوني أبدا. أنا أغلق المحلات وقت الصلاة ما زال أقول لك في غير الجمعة أنه ما زال مدار جدل بين الفقهاء وبين مجلس الشورى، وما زال طرح الموضوع كثير على الأقل المحطات والبقالات والأسواق المهمة، محل الستاير ممكن يقفل. أنت إيش رأيك في الموضوع؟ ترى أنا قلت كم مرة جبت كتب وعرض، أنا أقول لك المحلات لا تقفل أيام الحوانيت، الإغلاق فقط إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقط يوم الجمعة، لكن الأسواق تقفل الأسواق. طبعا بعض العمال مبسوطين اللي غير مسلمين لأنه يأخذ فرصة يروح المطبخ يروح الحمام يروح يسوي أي شيء ثاني، لكن بشكل عام هي مطروحة وهي قضية جدلية ليست محسومة أبدا. وقبل 1960 لم تكن المحلات تغلق، كان في صلاتين، صلاة العمال وصلاة الصبيان، كانوا الصبيان العميان العمان يصلون والصبيان يقعدون في الدكاكين بعدين يروحون يعني جماعتين في المسجد. وهذه القضية ترى بحثها في الفقه طويل وكثير، الإغلاق فقط على يوم الجمعة. وهذا الموضوع أنا تكلمت عنه 20 مرة وتكلمت عنه في الميدان، جبت حلقة كاملة بين 2 من رجال العلم على إغلاق المحلات وقت الصلاة. وما زلت تنادي بأنها تصبح مكتوبة، وما زلت وستقال على الأقل، على الأقل قلت لك في الأشياء اللي فيها احتياج. بالله مطعم أنت متى تقدر بين المغرب والعشاء ما تقدر تسوي شيء أبدا، صح ولا لا؟ ما تقدر تنزل طلب إلا هو أذن المغرب والعشاء، فينظر لها بطريقة تحل بطريقة تشريعية. طيب دكتور بصراحة يعني إن الأخبار تتماس مع كثير من الجهات، هل يعني حصل لك إزعاج مثلا وانزعجت جهة معينة عاتبوك لاموك؟ شوف الانزعاج، الانزعاج طبعا وارد الانزعاج، لكن أنا بطبيعتي عمري ما رحت، تجيني دعوات من الوزارات عمري ما رحت عشان أقف في منطقة الحياد، لكن نحن هنا نملك إذا إننا قلنا معلومة خطأ أو اتهمنا جهة وجاء تبرير نذكر التبرير. وانت عشت تجارب زي كذا انه مثلا والله انت اخطيت بالرقم الفلاني هذا الرقم الصحيح، نقول نملك الشجاعة ان نعتذر، والناس حنا نكبر بعيون الناس لما تخطي وتعتذر، لكن لما تصر على العناد لا. لكن في قضية مهمة يا ابو يحيى، ترى ليس هناك قرار سليم 100%، ليس هناك قرار. ابن تيمية يقول الاسلام جاء لتحصيل، يقول ليس هناك خير محض وليس هناك شر محض، إنما جاء الإسلام لتحصيل خير الخيرين ودفع شر الشرين. يعني موضوع تعدد الزوجات ما حد يقول لك أنه 100% قرار سليم، لكنه 70% عالج. إغلاق المحلات وقت الصلاة يا سيدي، الآن القرار الأخير اللي فتح المحلات 24 ساعة هذا قرار فيه سلبيات إنه يعلم الناس السهر، لكن أيضا فيه إيجابيات. واحد الساعة واحدة وين يروح؟ ما لقى أكل، وين يروح يأكل مثلا؟ ما في أماكن أبدا، شفت؟ فكل قرار ترى له، حنا مشكلتنا نركز على السلبيات وننسى الإيجابيات. لازم أنت تشوف إذا زادت الإيجابيات عن 60% في القرار سليم. طيب أكثر الأخبار اللي عملت صدى تذكرها؟ والله أكثر الأخبار قلت لك إخراج المقاهي خارج المدن، وأنا تعرف أنا بالنسبة لي موقفي متطرف في موضوع التدخين وموضوع الشيش، لا أقبلها أبدا، لكن أنا أقول لك الأفضل تحطهم قدام عينك ولا تحطهم في مقاهي 30-40 كيلو عن الرياض، استهلاك بنزين وزحمة وكذا، أو أنه يجيب الشيشة في البيت ويتعلمون الأطفال. فالحمد لله، الحمد لله أن وزارة التجارة والجهات المعنية كلموني قالوا يا أحمد إحنا سنأخذ رأيك ونبغى منك تأييد، وحصل التأييد مني والحمد لله الآن موجودة. على أنها تكون كيف؟ على أنها تكون داخل المدن، تكون يوفرها المطعم، بس إيش حطوا عليها ضريبة؟ ليش؟ عشان يبين لك أنك أنت تدمر صحتك. هذا القرار السليم. بس ما زالت السلبيات اللي كنت ترفض الشيشة عشانها موجودة. موجودة، لكنها صار في وعي. أنا أقول لا نخرج المقاهي، ترى اخراج المقاهي زي واحد يفحط في حارتك، قلت له لا تفحط، روح فحط في الحارة الثانية فقط. أنا أقول لا، مبين أنه التفحيط مضر
وزيد في الفواتير. الآن كل واحد قبل لا يروح يعسل يحك راسه لأنه صارت 100% الرسوم، صح ولا لا؟ طيب الـ مقطع القهوة تحس أنه الأكثر مقطع القهوة، ما زلت أنا عند رأيي في موضوع القهوة، والناس كثير لا أقصد ناس صدى المقطع، صدى المقطع كثير، بس ما زال والله قابل ناس يقولوا لي أحمد كلامك صحيح، والله بديت أخفف القهوة، والله كذا والله كذا. وطبيعي أنا لما نقول الرأي ترى أتقبل وجهات النظر الأخرى، كلنا نتقبل يا أبو يحيى. طيب جميل، هذا فيما يخص فقرة خبر الأسبوع. بس أذكركم بنقطتين ذكرها العرفج على معايير اختيار خبر الأسبوع: أن يهم شريحة تتجاوز 100,000 أو 100,000 ما أكثر، وأن يراعى في تنوع المجالات ما بين الاجتماعية الطبية التعليمية وغيرها. هذه فقرة خبر الأسبوع. فقرة مزايين الكتب واحدة من الفقرات اللي صار فيها كثير من التجدد والتنوع خلال 250 حلقة. يعني الفقرة هذه كانت تبدأ بعرض غلاف كتاب ثم التعليق على الكتاب فقط، تطورت شوي إلى أنه صار التعليق على الكتاب وذكر الملاحظات على الكتاب، تطورت أكثر إلى أنه صار المؤلف شريك في إعداد الحلقة بحيث أنه يسجل مقطع فيديو ويرسله لنا. كل هذه التفاصيل سنكشفها وطريقة إعدادها مع أحمد العرفج، ولكن بعد ما نشوف هذا المقطع اللي جمعنا فيه أبرز ما دار وما كان في فقرة مزايين الكتب. مرحبا عبر الأثير بالصوت والصورة، هلا بالمختصر ومن الأخير بالعرفج، يا هلا وغلا. مرحبا مزايين الكتب. وإلى فقرة مزايين الكتب. ليش القلب هائل؟ الكتاب لا يمكن أن أنا أعتبره عز كتاب عندي، أنا عندي 9 كتب. مشاريع القراءة مشاريع ضعيفة، لازم الدولة هي اللي تدعمها. أي كتاب ما تقدر تختصره بسطر هو كتاب ضعيف الإخراج. في كل حلقة من حلقات يا هلا بالعرفج يقدم لنا عامل المعرفة كتاب من مزايين الكتب، زي ما يحب يوصف هذه الكتب، ويحكي لنا قصة الكتاب من المؤلف، مميزات الكتاب، ويضيف عليها أبرز ملاحظات النقدية على الكتاب والكاتب، طريقة راقية ومميزة. الملاحظات؟ والله الملاحظات كثيرة، بس أنا بقولها الخارج. أول شيء أنه طبعا في الحقيقة تكرار كثير، في فعل الأمر مسيطر. الملاحظة المزعجة جدا أنه كثرة الأخطاء المطبعية. أيضا أبرز الملاحظات أنه الناس عندهم سلق بيض، يشوف أصحابه يا رجال السعادة بالدين. أوكي، أشكر برنامج هلا بالعرفج أنه قاعد يوعي المجتمعات ومجتمعنا في القراءة اللي هي فقدت منذ فترة طويلة، بالذات مع استخدام السوشيال ميديا. أبغى أشكر حقيقة كل المؤلفين اللي قبلوا الظهور في يا هلا بالعرفج خلال كل هذه الفترة. وبسألك دكتور، إذا ما زلت تذكر أول كتاب عرض وش هو؟ طبعا أنا أقول لك ذاكرتي حديد الحمد لله وفخور ودلعها. الله يزيدك. لا لأنه تدري ليه؟ لأني قليل المعاصي. قلة المعاصي تقوي النظر. الشافعي كان له شيخ اسمه وكيع. النظر ولا الذاكرة؟ لا الذاكرة والنظر. طيب فالشيخ الشافعي كان يدرس على الشيخ وكيع، الله يسكنهم جنة النعيم الاثنين. فبدأ الشافعي ما يحفظ، يعني صار عنده قلة في الحفظ، فراح اشتكاله فيقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله أيؤتى العاصي. الحمد لله ذكرتي قوية. أول كتاب استعرضنا طال عمرك كتاب الشيخ أحمد إبراهيم الغزاوي، الشذرات، يمكن 1090 صفحة عن الشذرات، كلمة أبخاص، كلمة أندر، كلمة أندر حق، إيش معنى حق، يعني كلمات الشعبية يرجعها لجذورها الفصيحة. أتذكر كنت جبته كذا وقديم، نسخة قديمة عندي، الله يرحمه هذا الشيخ جليل أحمد الغزاوي. كان أبو سعد ذيك الأيام الله يذكره بالخير علي، كانت ذيك الأيام مزاين الإبل منتشرة، فحنا نبغى في مفردة طائرة، فقلنا نحط عفشنا فيها، فقلنا نسمي مزاين الكتب على طريقة مزاين. فقال علي: يا أحمد هي مزاين ولا مزاين؟ قلت والله شوف، هي مدفون، هي مزيون على وزن مدفون، خلينا نقول مدافن، مدفون مدافن مزاين، وطلعت ملقوف ملاقيف مزاين. فقلنا نقول هذه ولا هذه، استقر أنه مرة كذا مرة كذا، لكن بعدين صاروا مزاين الكتب، على أساس نضخ بهذه المفردة التي لها صدى كبير بين الناس، نحط فيها الكتب وندعم الناس بالوريد بعبرة ما يدرون عنها بالثقافة. طيب هذه المزايين كيف تختارها؟ وش معايير اختيار الكتاب؟ إيش معنى العرفج اختار هذا الكتاب وما اختار الثاني؟ كان عندي المعايير تغيرت خلال 4 سنين.
المعيار الأول كان نبغى نربط الناس بالثقافة السمعية بالكتب، فكنا نشترط أن الكتاب يكون صوتي. وللأمانة لقينا 50-60 طيب نزلنا 100 كتاب صوتي موجود الآن العرفج اللي مزين الكتب الصوتية هذه نزلنا، يوم انتهت حولنا إلى الكتب ذات البعد العربي المؤثر، وبدينا بكتاب علي الوردي. وللأمانة هذا كتاب علي الوردي أكثر ناس يقابلوني في المطارات يقولي شكرا ضيحتنا بعلي الوردي، شكرا أنت غيرت حياتنا من علي الوردي، الله يرحمه علي الوردي. بعدين بدينا مع جية الرؤية لما شفت فقرة تعظيم المحتوى المحلي شركات أرامكو كذا، تعظيم المحتوى المحلي الثقافي، بدينا نبحث عن الكتب السعودية ذات التأثير العالي، كتب المؤلفين الكبار، السير الكبار، فلان وفلان وفلان، بدينا نشتغل عليها. بعدين طرحنا فكرة أنه المؤلف يعرض كتابه ونعطي أنه كل شهر نجيب كتاب للمبدعين الشباب المستجدين اللي أول رواية زي ما سوينا مع هيفا الفاضل وكذا. طبعا التنوع مطلوب، يعني مثلا الله يهدي واحد قابلني قال يا أخي أنتم ما تجيبون سير، نبغى سيرة السعوديين الذاتية. قلت له يا أخي حرام لا تظلمنا، تابعت البرنامج. أنا قلت له ترى عرضت 30 سيرة ذاتية، إبراهيم الحسون، عبد الله السعدون، محمد سعيد طيب، عرضنا كل السير المهمة تقريبا عرضتها. أيضا مراعاة المجالات، أحيانا عن الطفل، أحيانا أدب ساخر، أحيانا شعر، أحيانا سيرة ذاتية، أحيانا عن المرأة، أحيانا عن كفاح. فأنت أمام أنك المشاهدين كل واحد يبغى أكل، فأنت تضطر أنك كل أسبوع تغذي شريحة أو تغذي مجموعة. هذه كانت السياسة اللي عندنا، لكن كان الكتاب السمعي لأجل نعلم الناس السمع. وبالمناسبة والله أنا سعيد أنه يعني الحمد لله أني مرتاح على أني المشروع اللي أنا بدأته آتى ثماره. أمس كتبت هداء، تعرف الناس كلهم يباركون برأس السنة، أنا قلت هديتي لرأس السنة هذه رابط في مئات الكتاب الصوتية، مئات الكتب الصوتية حطيت رابط في تويتر، والله اللي شاهدوا 500,000 خلال يومين، اللي شاهدوا المقطع هذا فخر لي. الثقافة بضاعة نخبوية والقراءة نخبوية، اللي سووا له حفظ 5,000، اللي سووا له رتويت حول 1,000، يعني معناته حنا نأدي شغل والحمد لله في نتيجة. الكتب المسموعة حطيت 200 رابط للكتب الصوتية، 200 كتاب وكلهم تداولوها، وأشكر أصحابي اللي سووا رتويت لهذا العمل. زي ما قلت لك بالنسبة نحاول في التنوع قدر المستطاع علوم اجتماعية جبنا أنا تحدى شوف أتحدى واحد يقول أنه ممسك على مزاين الكتب في أهل بالعرفج، قصرنا في جانب، جبنا في الفلسفة وجبنا في السيرة وجبنا المرأة وجبنا الرجل وجبنا المبتدي وجبنا المنتهي وجبنا السعودي وجبنا غير السعودي وجبنا المترجم، ما خليت ولا بقيت بالتنوع. طيب دكتور انت متى تبدأ تقرأ الكتاب ومتى تنهيه عشان تعرضه في أهل بالعرفج؟ سؤال جيد أشكرك عليه. شوف الكتاب غالبا هون أنا قرأته، أنا الحين لما نجي حط الحمد لله خريطة الطريق، يعني مثلا الأسبوع الجاي تسألني أقول لك تجربة النية اللي ترجمه صلاح الراشد وأنا حي، بكرة الأسبوع الجاي حنتكلم عنه. أنا حاط يعني في الصيف أتفرضى وحط قوائم، مثلا في علم الاجتماع أحط 10 كتب، في علم الاقتصاد أحط 10 كتب، وأبدأ أختار كل أسبوع حسب الظروف. أحيانا مثلا زي صلاح الراشد مثلا تأخر علي، المفروض أنه الأسبوع الماضي تأخر أسبوع فحنا أجلنا أسبوع. أنا أحاول أنه دائما يكون في توازن، وأقرأ الكتاب يكون قرأته سابق وعيد القراءة. شوف من أصعب الأشياء، من أصعب الأشياء اختصار الكتب، ولذلك بعض الأمراء وبعض رجال الأعمال يكون عنده موظف خاص أخذ دورة في مسألة الاختزال. وأنا قلت لك وأقولها دائما، أي كتاب لا يمكن اختصاره بسطر واحد هو كتاب ضعيف. طبعا أنت ما تقدر، أنا عندي تقريبا في البيت الحمد لله 35,000 كتاب، كل الكتب أعرفها مو كلها قريتها. كيف نختصره في سطر؟ أنا أقول لك، هذا كتابي مقابلة مع سفينة نوح، هذا كتاب صدر اليوم بالمناسبة، مبروك، الحين حنتكلم عنه بعد شوية. هذا الكتاب أنا اختصره بسطر، أحمد العرفج يبسط الرؤية للقراء العاديين رؤية 2030 من كل الجوانب. اختصرته ولا ما اختصرته؟ انتهينا. تجي لهذا، هذا السعادة كتاب لي آخر اختصر بسطر. هذا كتاب أحمد العرفج جمع ما قيل في السعادة، أكثر من 300 تعريف جمعها في كتاب، وهو كذا. أنت لما تقرأ بعدين أنت تروح ولا تجي، لأنه ترى هو المهم في الثقافة أنك تعرف الكتاب عن ماذا يتكلم، لكن ما تدخل. زي مثلا أنت تعرف الطائفة إذا تقع تعرف عينا، بس أنت ساكن في عرعر، هي نفس الثقافة كذا، ما نفس الكتاب العلاجية. ذا اختصر لك يا بسطر، هذا كتاب يتحدث عن الكتابة كحالة من حالات العلاجات بالإضافة للتمارين الموجودة فيها، انتهى الموضوع. جميل. طيب بعد استحداث فقرة أو الملاحظات حول الكتاب، المؤلفين اللي استعرضت كتبهم زعلوا؟ والله شوف للأمانة أغلبهم يشكرون، بعضهم يقول يا أخي ليتك جبت كمان الجوانب الأخرى. أنت قلتها دائما تنوه، أنه ترى ما تقرأ عن الكتاب، لازم تقرأ وبعدين ترى الكتاب
لا يمكن كتاب يعطيك سره، لا يمكن يعطيك سره. يعني في مثلا كتب على الحرب كل سنة قراها أنا، يزيد نمو ويكتشف أشياء جديدة، لأنه طالما أنت تنمو الكتاب أيضا يتغير. يعني أنت لو تقول لي الحين كتاب علي الوردي لما قريته أنا في الجامعة وصلت المعلومات، الحين وصلت أكثر لأنه نمو زاد. القراءة معتمدة على الوعي. بعدين في هنا كويس أنك جبتها، دائما يسألون عن كيفية القراءة، ما في طريقة واحدة للقراءة، القراءة 20 نوع. ايش اسمه هذا الحين اجيب لك اسمه، له 1000 مستوى للقراءه، في 1000 مستوى. هذا واحد. ثانيا انه دائما يشتكون لي من السرحان والتوهان، هذه علاجه بسيط. قبل لا تقرا الكتاب حط اسئله ومعك ورق وقلم، لا يمكن تشرد، تصير زي اللي داخل غرفه يدور مفتاح، ما يمكن يسرح. يعني مثلا انا قبل لا اقرا الكتاب العلاجيه احط ما مفهوم الكتاب العلاجيه، ماذا يريد العرفج ان يقول، ما هي التمارين، كذا اصير انا اقرا ومعي قلم حدور هذه احل احسن مشكله الحل لذاك. ايضا ليس هناك كتاب إلا كتاب الله عز وجل، ليس هناك كتاب صالح لكل الأزمنة. الكتاب باختصار مثل الطعام، اللي يهضم الطفل ما يقدر يهضم الشايب، واللي يهضم الشايب ما يهضم الشاب. فأنا دائما واحد يشوفني يقرأ كتاب يروح يشتري زيي، لا يا أخي، محركات الفكرية ما هي محركاتك، أنت زي الدواء. قل لي أقيس نبضك، أقيس مستوى وعيك، وبعدين أرشدك على الكتاب اللي يناسبك. الكتاب مثل الدواء، لازم وصفه. طيب اللي يقول انه العرفج يعني يقدم قراءة سطحية ويأخذ القشور ويجي يلخصها لنا، كيف ترد عليها؟ شوف العهد الذي بيني وبينهم الحقائق، أنا لا يمكن أجيب كل الحقائق اللي في الكتاب، أنا أجيب البارزة وأجيب المشهية وأجيب المثيرة. ليه؟ لأن يبغى الناس تروح تقرأ. ممكن أنا أكون على الأسبوع الماضي قصوت على الدكتور عبد الله البريدي وارسل لي رسالة وقال لي شكرا يا أحمد، لكن أنا أبغى الناس تقرأ. عشان تقرأ الناس لازم تجيب لهم شيء مثير، أدور الأشياء المثيرة. ولا يمكن كتاب اختصرته وأنت تختصره ب4 دقائق أبدا، لكن أنا أحط المواد المشهية. يعني الأسبوع الجاي حتشوف تجربة النية، إحنا كلنا نقرأ إنما الأعمال بالنيات، لكن ما أحد تكلم عن تجربة النية. صلاح الراشد ترجم الكتاب لوحدة إنجليزية، كيف ما معنى النية؟ إيش معنى النية؟ إنه الصيام بالنية، أول شرط في كل عبادة يقول لك النية، النية، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. طيب النية هذه ما هي أحد يعرفها؟ كتاب 300 صفحة عن تجربة النية. فأنا لما أعرض كتاب لا يمكن أجيب شيء من خارج الكتاب. صحيح إني انتقائي وهذا دوري، طبعا أنا بمثل العرفج ما أمثل مفرح الشقيقي ولا لا؟ فأنا أقول لك حر في أفكارك وهذه تمثلك في الآخر بالضبط. يعني فأنا أقول للناس روح أقرأ الكتاب، ما دام أنك ما صدقت روح أقرأ الكتاب، أكيد حتعرض بطريقة غير اللي نعرضه. طيب الناس اللي يصوروا الفيديوهات تغلب معاهم؟ والله بعضهم مو كلهم، بس تعرف المثقفين أصبر لي، وبعض الناس يوحي لك أنه مشغول. ترى شوف ما ينجز إلا المشغول، ما ينجز إلا كل ما بدأ الإنسان يتعذر ترى ما هو مشغول أبدا. أنا والله تجربتي مع ناس يقول لي بكرة الساعة 5 عندك، هذا هو الصح. بس أنا ترى تعودت على السعوديين ومواطلاتهم. ما شفت الأخت أمان الشعلان قالت شكرا أحمد علمني الصبر، سنة وأنا طاردها وإيش ورايا، ما أنا جالس وبس، أنا صاحب الحاجة. وبعدين دايم صاحب الحاجة لازم يكون صبور ولحوح. لا وليش تقول السعوديين يعني هم موصلين؟ لا السعوديين فيهم تعجيل، التعجيل التعجيل هذه ترى مو كل الناس كذا. السعوديين المثقفين نتكلم عن الشريحة اللي تعاون هذول، وانت تعاني منهم يا اخي. انت كم مره قعدت كتابي تصححه؟ ما بطلتني شهر ابد، خلصت لك في يومين والله للامانه. شوف طالب التنبل الا ها الايميل شاهد. شوف للامانه عبد الله الحيدر الله يحفظ هالشاب، الله يمسيه بالخير، والله يقول لي يعطيك كتاب يقول لي يا احمد بكره الساعه 9 عندك، وفعلا وفي ملتزمين للامانه كثير، لكن لكن غير الملتزمين اكثر. بس انا متعود، ولذلك لما نبغى شيء منه قبل شهر ابدا ازن عليه لاني ابغاه بعد اسبوع. طيب اخيرا ال 250 كتاب اللي استعرضت خلال يا هلا بالعرفج كلها، هل كان لها اثر معرفي على أحمد العرفج نفسه؟ طبعاً. سيبك من المشاهدين طبعاً. انت طبعاً يا أخي أنا فخور أني أنا عرضت. أنت تعرف أنه أنتم خدمتوني يا هلا بالعرفج، خدمتوني أني عدتوني للقراءة. أنا صار عندي إلزامي، تعرف يوم الأربعاء مقدس من الصباح يكون للكتاب لين الظهر، وأنا راجع وراجع فصول، راجع أدور الأخطاء، أدور الملاحظات طبيعي، وأدور جوانب الإيجابية. فأنتم كأنكم أعطيتوني راتب عشان أقرأ كتب، وانا فخور والله بالصنعة. الكتب الثلاثة هذه كانت من جميل، شكرا، ولا شكرا. كانت قبل يا هلا بالعرفج؟ لا 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 لا، اصحاب الفضل لازم نرجعوا الفضل. هذا الكتاب مرة تكلمت أنا عن الكتابة العلاجية هنا، فاقترحوا علي الشابات في السناب قالوا يا احمد الله يعافيك تطلع لنا كتاب، فطلعته وكتبت في المقدمة انه جزء من افضال يا هلا بالعرفج علي. هذا واحد. الشيء الثاني هذا نفس الكتاب، هذا في المقدمة مذكور هذا، بس طبعا للرؤية كمان بحكم جودة الحياة انه مهتم بالسعادة
وسعادة المواطن، فكان هنا يا هلا بالعرفج. أما هذا الكتاب الحمد لله أنه أفراح هذا صدر اليوم، اليوم صدر والله، هذا أول نسخة أشوفها. هذه إن شاء الله حنعرض الأسبوع الجاي، يمكن تقرأ أنت وتعرضه، لأنه كتاب مهم. إحنا مقبلين على الرؤية، رؤية 2030، من واجبي أني أنا أبسط الرؤية الوثيقة زي ما قلت لك، فيها صعوبة، وهذا شغل أجدادي. تلقى حاشية الأشموني، شرح ألفية بن عقيل، هي نفس الحكاية. أنا مجرد أني قرأت الرؤية وبسطتها للشاب اللي بثالث المتوسط. جميل. وسميته طبعا سفينة نوح، لأني أعتقد أن الرؤية مثل سفينة نوح التي انقذتنا. وهذا أخذته من عمل دنقل، له كتاب مقابلة مع ابنة نوح وهي السفينة، فأنا أخذته كذا، تعرف عن الشعراء يعني. جميل. أبخليك ترتاح شوي وبناخذ فاصل ثاني. قبل الفاصل أذكركم بأنه فقرة برواز وحكاية أبو سفيان وسؤال العرفج وكل الكواليس في مثل هذه الأمور راح تعرفونها بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد في هلا بالعرفج، وفي هذه الحلقة الخاصة بمناسبة 250 حلقة ليا هلا بالعرفج. وأبغى أنبهكم فقط إلى هاشتاج يا هلا بالعرفج 250 حلقة الموجود على تويتر واللي راح يظهر على الشاشة بعد قليل. هذا الهاشتاج واضح أمامكم. شكرا لكل من كتب وغرد وشارك وساهم، يسعدنا أن تنقلوا هناك كل انطباعاتكم وأرائكم وحتى أسئلتكم حول يا هلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة برواز. هذه الفقرة تعودنا أن نعرض لكم دائما صورة أو فيديو ونسمع تعليق من الدكتور أحمد على الصورة أو الفيديو. الصورة أو الفيديو بالعادة تكون متعلقة بأحد الأحداث الحية الموجودة في المجتمع. خلونا نشوف هذا الرصد لأبرز ما عرض في فقرة برواز ونرجع نحاور الدكتور فيها. تعالي يا مواطن وليا هلا تفرج، غنوا معي قولوا، غنوا معي قولوا يا هلا والله والله بأحمد العرفج، يا هلا والله والله بأحمد العرفج. البرواز. وصلنا إلى فقرة برواز، خلونا نشوف بروازنا ثم نسمع تعليق الدكتور. البرواز عادة تكون صورة أو فيديو يعلق عليها عامل المعرفة بأسلوبها الخاص، وتكون برمزية معينة ولها عنوان خاص فيها، وهي من الفقرات اللي كثير من الجمهور ينتظرها. وللأمانة هناك اعتذار الآن، لازم أعتذر لوزير إسكان. قبل 4 سنوات أو 3 سنوات في هذا المنبر عاتبت وزير إسكان وقلت له يا ليتني نملة، لأن النمل كما قيل في القرآن ادخلوا مساكنكم، عندهم مساكن وما عندي سكن. وكان الحقيقة ذاك الوقت الوزير مشغول بتصاريح وقال الإسكان فكرة لكن بعدها بفترة الحقيقة الرجل صمت وبدأت أفعاله تتكلم عنه. الآن إحنا كما نشر في التقرير كل ساعة 4 أسر تستلم المنزل، وهذا الحقيقة رقم كبير، بل إنه تجاوز الرؤية، كانت محددة رقم، هو تجاوز الرؤية بمعنى. ليش اخترت البرواز هذا اليوم؟ أنا أقول لك لأنه أنا في ظاهرة أطلق عليها وهي التصميم لي لا تسرقونها، اسمها ظاهرة فيحان. ظاهرة فيحان تتكرر بين فترة وفترة، لازم تستحق الدراسة. فيحان شخصية بسيطة، ليس أستاذا في الإعلام، وليس داعية، وليس رجل دين، وليس رجل سياسة، وليس مغنيا، وليس لاعبا. لاحظ مصادر الشهرة غالبا تكون كذا. فيحان لم يكن من هذه الإطارات الست كلها. أنا رجل يحضر ببساطته البدوية وعفويته وأسرته وحمده وخالته وعمته، ببساطة وصل لقلوب الناس. أنا بالنسبة لي اتحادي من الآخر، لكن مع الفرق الأخرى أنا متذوق وعاقف على مسافة بعيدة. ويشهد الله أن قبل 2 أو 3 سنوات كنت محترف أشجع النصر وما زلت أحب النصر، لكن الحقيقة مسار النصر حسب ما أقعد مع أصدقائي وأنا أتكلم بتجرد والله، إنه ارتفع عندهم حس المؤامرة وحس الظلم عالي عالي عالي. يا هلا والله والله بأحمد العرفج. هذه فقرة برواز واللي مرت بكثير من الأمور. أول شيء دكتور، أنت عندك خبر الأسبوع وتعرض فيه الأخبار، وعندك فقرة الفيديوهات وتعرض فيها الفيديوهات، وش اللي خلاك تحب اختراع أو ابتكار فكرة مثل برواز؟ شوف، أحيانا احنا بنجيب الأخبار بطريقة ثانية. مثلا شعار 2020 G20، قمة العشرين. هذا الشعار جميل،
لا تقدر تحطه في الأخبار ولا تقدر تحطه في المقاطع، لأن المقاطع ذات طابع تسلية وفكاهي. فحنا حطينا هذه البرواز كمخرج لبعض الأشياء الجميلة، بعض الأشياء تستحق التنويح، مثلا مقطع فيديو تسوي شركة المياه مدته دقيقة، الإسكان نزلوا فيديو مدته دقيقة، البنوك مثلا ساهمت مساهمة اجتماعية، واحد عنده فكرة بيعرضها. فحطينا النافذة هذه كحل. مثلا الأسبوع الماضي كنا جبنا الأستاذة أماني الشعلان تكلمت عن المسؤولية الاجتماعية، قبلها شعار الجي 20 كذا، الرياضي أحيانا فيحان. فهذه النافذة هي خبر لكنها بطريقة أخرى، هي بابتكاراتك ترى أنت وطريقة الإعداد. أنا قلت لكم نعم، لأنه إحنا بنحاول نعبي بفقرات يا هلا بالعرفج كل قطاعات الوطن، بحيث أنه هذه صورة، أحيانا صورة تغريدة، أحيانا أي شيء يستحق التعبير، هو لا يمكن أن يكون خبر لأنه ليس في مصر ولا يمكن يكون في المقاطع. فيكون برواز نافذة لي، فيكون برواز. وش يقول عبد الرحمن بساعد الله يطول عمره؟ قلتي اللي ينسى وأنا كل ليلة قدامي البرواز. طيب على طاري لما قلت إنه مثلاً الفيديوهات فيها جانب فكاهي أو كذا، أسلوب الجد والمزح اللي عند أحمد العرفج يعني جالس يضيف له ولا ينقص منه؟ والله شوف، في البداية وأنا أتذكر علي الله يذكره بالخير، علي العلياني قالها لما نسوى حلقة رقم 200، قال إنه كان في رفض للعرفج في البداية، الناس ما تعودت في السعودية على المنهج اللي أنا اتبعته وتعلمته من الجاحظ وبعدين تعلمته في الغرب، وهو مزج المعرفة بالفكاهة والطرفة. الناس ملت من التعبيس. أنا أعتقد إن المثقفين في السعودية بعضهم أساءوا للثقافة، بحيث إنهم حطوا المثقف بنمط معين، يسمع فيروز ويشرب قهوة ومتعالي ونخبوي. حنا نبغى نحاول هذول البسطاء قل لهم تعالوا، مو لازم تقرأ، أهم شيء تعرف الكتاب هذا عن ماذا يدور. ترى هذه معلومة كبيرة بالنسبة لي، لأنهم فقراء، فلما تعطيه 20 ريال ترى تفرق معه. فحنا حاولنا بهالأسلوب، ولو سألت أي واحد في الشارع قال لك العرفج يبسط المعرفة. واحد يقول لي أمي والله ما تقرأ ولا تكتب، بس تقول العرفج هذا لا تتكلم بالكتب أفهم عليه، أنتم ما أفهم عليكم يا عيالي. فأنا مدام وصلت لهالمرحلة أنا سعيد فيها، لأنه أنا ما أبغى شيء شخصي، أنا أبغى أوصل الثقافة. أنا خادم للعلم وخادم للمعرفة، وسميت نفسي عالم عامل معرفة، عامل يعني مطبق مواصفات العامل باللي اني انا شغلتي ألخص للناس الكتب. هذا السؤال دائما يرد وانا اعرف انك جاوبت عليه، بس خلينا نكررها، ليش سميت نفسك عامل معرفه؟ لانه شوف، انا اشتغلت فتره من حياتي موظف، اشتغلت معلم ودكتور وكنت شاعر وكاتب، الالقاب كثيره. فانا ابغى اطلع عن هالدوره كلها عامل المعرفه. وش انت مرجعك مكتب العمل يعني موظف بسيط. ثانيا العامل هي الآن منتشرة، مدينة المعرفة، عمال المعرفة، صناع المعرفة، تقنية المعرفة، هذه موجودة الآن، اللي هو knowledge workers، موجودة في أوروبا بشكل كبير، لأن العالم لم يعد علماء، العالم أصبح وسائط. أنت الآن اللي يخدمك هذا المصور الجميل هو أستاذ بالنسبة لك في التصوير، وأنت في التقديم أستاذ له، اللي سوالنا الشاهي ومعلم في الشاهي وأنت جاهل في الشاهي، كلنا عنده جانب مظلم في حياته. فأنا مع عمال المعرفة لأنه بعصر الوسائط. أنا أستعين بالبراء في موضوع تكنولوجيا وهو يستعين مني في اللغة. أصبح العالم وسائط، عارف شو معنى وسائط؟ يعني يعطيك قمح تعطيني قطن، مو انت والله احسن مني بكل شيء، لا، ما في احد اعلم من شيء، ترى عضو هيئه كبار العلماء جاهل في الكمبيوتر. جميل، وانت تدعو الى تعميم هذا اللقب. انا ادعو انه لا، انه الانسان يبحث عن العمل. لما تقول عامل معناته انت لم تتوقف. انا تعجبني كلمه السلف طالب علم، لما تقول عالم خلاص انت وصلت لمرحله العلم وانتهيت. لما تقول طالب علم، انا ان شاء الله اموت وانا عامل معرفه، مهما وصلت وقرات اموت إن شاء الله إذا مت تدفن معي كتاب ممكن أرجع أشير أقرأ بسرعة. طيب قبل شوي كنت تتكلم عن تبسيط الثقافة قبل ما نروح للحكاية أو تبسيط المعرفة. هذا التبسيط أنت كنت متعمده وحاطه كهدف ولا جاب بالصدفة؟ لا والله شوف، أنا يمكن هو انتقام لذاتي. أنا وأنا صغير انتقام لذاتي للتجربة حشتها. يوم أنا صغير كنت أقرأ كتب ولا أفهمها، وكنت أصقع الكتب في الجدار من الزعل. تعرف لما ما تفهم الشيء، علي بن أبي طالب يقول الناس أعداء ما جهلوا. فأخذت على نفسي أنه تبسيط المعرفة، ولعلمك ترى أصعب شيء كما يقول أرسطو تبسيط المعرفة. وأينشتاين له مقولة خطيرة يقول إذا كتاباتك ونظرياتك لم يفهمها الطالب الذي في الصف السادس فالعيب فيك،
لأنه لازم تبسط المعلومة. أنت الحين تتكلم عن تبسيط اللغة ترى غير الفكرة. أيه؟ ترى فكرة يعني أينشتاين كان عنده سكرتيرة ومعها سادسة ابتدائي، فقال لها قالت لي أينشتاين ترى الناس أزعجوني أنا سكرتيرة لك، ماني عارف النسبية، شرح لي إياها النسبية، طبعا هي بسادسة ابتدائي. فقال لها الحين لما توعدين حبيبك بعد ساعة الوقت يمر بسرعة ولا ببطء؟ قالت إذا ما وعد حبيبي وأنا انتظر الوقت يمر ببطء. قال إذا أنت في السجن ولا في التوقيف الساعة تمر تمر إذا كنت مع حبيبك، إذا كنت مع بساعة واحدة الوقت يمر بسرعة ولا ما يمر؟ قالت إلا يمر بسرعة. قال لها إذا كنت أنت في السجن الساعة ذي تمر بسرعة ولا ببطء؟ قال لها لا ببطء. قال هذه النسبية. شوف بسيط كلام يفهمه واحد أساس بتاعي، تبسيط المعرفة يا أصعب شيء. وحتى في الشعر عندكم أنتم ترى تعقيد الشعر، أكتب أنا شعر حداثي ملغز ما حد يفهمه ترى سهلة، لكن إنك أنت تكون كالمتنبي ونزار 20 عاما يا دروب الهوى ولم نزل في الصفحة الأولى. شوف واضح. طيب نجحت في تبسيط المعرفة تعتقد؟ والله يعني ما أحب أني ما أقول أقيم نفسي، لكن لحد بعيد لأني مجتهد ونجحت. أيضا الصدى، شوف قياس الأثر في الرؤية دائما يقولون قياس الأثر. والله يوميا ما بين ناس أو في السناب أو في الواتس يرسلون لناس يقولوا لي أحمد شكرا حببتنا في المعرفة، حببتنا في القراءة، يا أخي ليتك كل يوم تعرض كتابين لأنه أنت تبسط المعرفة. جميل جدا. طيب حكاية أبو سفيان من الفقرات أيضا اللي كان لها حضور دائم في أهل بالعرفج، تختفي أحيانا لظروف الوقت ولأنه في فكرة إحنا دائما نتبعها في أهل بالعرفج أنه نأخذ 3 أو 4 فقرات ونعطيها حقها من الوقت أفضل من أنه نأخذ 6 فقرات مثلا وينتقص وقتها. حكاية أبو سفيان تعودت عليها في كل أسبوع، حكاية مختصرة من الحكايات اللي موجودة في الذاكرة الشعبية، الذاكرة القرائية، الذاكرة المعرفية. الحكاية أبو سفيان، أولا وش اللي خلاك تقتنع بموضوع الحكاية وأنه نعرض حكاية للناس؟ والله شوف هذه اقتراح أخونا القدير أبو سلمان خالد العقيلي، خالد صديقي زيك، فيسمع مني حكاوي في المجالس أقولها، فقال يا أحمد هذه ليش ما نحطها في بوتقة نظامية وتكون إحدى الفقرات. أنا طبعا في الأخير أنا تعرف جزء من الفريق، فاستحسنت الفكرة وجهزت مجموعة، وللأمانة نجحت نجاح باهر لأن الناس يحبون الحكاوي. يعني مرة جبنا قصة عن أهل شقرة، ما في واحد شقراوي ما يسلم عليه يقول يا أخي شكرا جيب المزيد جيب المزيد. الناس يحبون بعض القصص، والحمد لله من نعم الله علي كثيرة الكثيرة يا أبو يحيى أني أنا عشت فترة في حياتي في القصيم وفي الرياض وفي جدة وفي المدينة وعاصرت كبار السن، وكانوا يتوسمون فين الخير بشكل أو بآخر، وكانوا يمررون لي بعض القصص الحلوة النادرة المضحكة الطريفة اللي تدل على ذكاء وبراءة وعلم. فأنا اختزلت الحقيقة، عندي مجموعة، وحتى عبدخال قال إنه العرفة جانا الجدة واختطف كل الحكاية منا، فأنا عندي حكايات دفاتر كثيرة وكل أسبوع عجيب. بعد كذا الناس أدمنوا ساروا، واحد قال لي والله ذاك المرة هددني برسل لي في تويتر قال لو ما جبت حكاية الأسبوع ذا أقاطع البرنامج، وصلت له كأننا بضاعة إسرائيلية، قال أقاطع البرنامج لهالدرجة. حتى اليوم جتني قصة قلت والله لا والله ودنا لأنه إحنا يعني أغفلنا الحكاية، وأنا بقولها لا وريك شهامة أهل جازان هذه. طبعا. شهامة هذه قصة 2020 اليوم الظهر قال لي واحد، ونحيي فيها شاهين صاحبنا في صقر اسمه شاهين، الواحد نهل المجمعة قبل 3 أسابيع طار من عنده نهل المجمعة طار شوف أهل الصقور صقور عندهم نخوة مروءة، صاد واحد أهل جازان أظنه من الشقيق. طبعا أهل الصقور يحطون في الحلق في رجله مكتوب عليه اسم صاحبه وجواله. جاء هذا سخونة الأسبوع هذا من جازان كلم صاحب المجمعة وقال له أبشرك الصقر حقك شاهين اسمه عندي كيف أوصله لك؟ قال له والله عطني رقم حسابك ما ادري والله، قال له لو تموت ما اعطيك رقم. انا واحد صديقي رايح ينبع، شوف واحد يستلمه من ينبع نروح نصيد ورفض يعطي حسابه، قال له مالك مين انا هذا رقم جوال اللي بيكون في ينبع نسق معه وخذ منه صقرك. فانا اكبرت اول شيء عجبني انه الصقر له هويه، هذا واحد، ثاني عجبني النشمه، ثالثا عجبني انه كيف الناس فيهم امانه. طبعا الصقر ذا سؤاله 10-15 ألف ريال، فهذه القصة اليوم حصلت. جميل جدا، هذه قصة طازجة يعني مع حكاية أبو سفيان. طيب استأذنك أنه ناخذ فاصل ونكمل، لكن قبل الفاصل أبنوه فقط اللي يعتقدون أن الوقت اقترب من النهاية، إحنا اليوم مع بداية السنة الجديدة يعني بتشوفون يا هلا ويا هلا بالعرفج لمدة ساعة
ونصف يوميا، والفواصل الثلاثة بتصير أربعة، لكن صار في تمديد في الوقت علشان نقدر نغطي كل الموضوعات بالشكل اللي يليق بها، ومن أجل أنه تكون هناك في مساحة جيدة لمناقشة الكثير من الموضوعات واستعراض المزيد من الأخبار اللي تهم المشهد والشارع والحدث السعودي. فاصل ثالث ومكملين. حياكم الله من جديد في أهلا بالعرفج، وهذه الحلقة الخاصة بمناسبة وصولنا إلى الحلقة 250 من يا هلا بالعرفج. من الفقرات اللي استحدثت في هذا الموسم تحديدا سؤال العرفج، وهو عبارة عن سؤال يضع الدكتور العرفج في حسابه في تويتر دائما أشياء لها علاقة بالفكر بالمجتمع بالوعي، ونشوف الإجابات اللي تأتي على هذه الأسئلة. وفي بدايتها كنا نستعرض بعض الإجابات. دكتور، سؤال العرفج، وش اللي دعا إلى استحداث مثل هذه الفقرة؟ والله شوف، احنا زي ما قلنا كله في الاخير يصب في المعرفه. إيه؟ بنحاول ننوع. مره تعرف لما تكون عندك جزار ممتاز، مره يشوي لك، مره مقلقل، مره مطبوخ، مره على الفحم، مره حنيذ، مره كذا. فحنا نحاول نسويها. مثلا في ظواهر في السعوديه تستحق النقاش، لا تقدر تحطها خبر ولا فيديو. مثلا احيانا نشر الاخبار السيئه، نشر الاشاعات في الواتساب، الاحتفاء في بعض الأخبار السيئة وتجاهل الأخبار الجيدة. هذا أنت تحطه كسؤال. ما تقدر تقول للناس لا تسووا، لكن تقدر تقول لهم فكروا أنتوا ليش تسووا. الإنسان لما تشركوا في المعرفة وتحسسوا بقيمته يفرح. فالسؤال عبارة عن زي ما يقول أرسطو، يقول المعرفة بوابتها السؤال. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أثنى على ابن عباس قال له لسان سؤول، له لسان سؤول. فأنت لما تسأل تتوصل المعرفة. مثلا بركة الشر، لما قلنا عن بركة كل الناس صادم بركة، قلت لهم نعم الشر في بركة، وطرحنا السؤال نقول لماذا الشر في بركة. سأدار جدل مع الناس، الأخوات تجاهل الأخوات، ليش تجاهل الأخوات؟ ليه موجود الحبيبة والزوجة والأم والابن والبلد والوطن؟ الأخت ما في إلا صخر والخنساء اللي تغزلت فيه أخوها بس. فهذا السؤال عبارة عن بوابة معرفية عميقة، حنا نجيبها بقالب بسيط ونخلي المشاهد البسيط يفكر فيها. كثير ناس قال لي يا أخي والله ثاني يوم عزمت أخواتي، فعلا تنبهت أنا لشيء ما كنا دارين عنه. بركة الشر، رسالة السر السيئة، ظواهر معينة تستحق. مثلا الآن ممكن تتطرح الأسبوع الجاي قضية سؤال هل الناس تقرأ ولا ما تقرأ، ترى احنا كذا مستقبل الورقيات. هل فعلا التشارك في الإجابة وإثارة السؤال يحرك كثير من الأفكار اللي يمكن أحيانا حتى الغير متوقعة. بالضبط، الناس أصلا من يوم ما تسأله غير لما تقول له معلومة. حتى القرآن استخدم يسألونك عن الساعة، ألا أخبر الرسول ألا أخبركم بأكبر الكرة. نوع من التشويق هو أصلا. وبعدين إحنا ما طرحنا ترى إجابة، لاحظت حد أحد يعرف رأيي أنا في أي موضوع. إحنا نطرح السؤال ونقول هو سيظل السؤال، ولا أحد يملك إجابته، كل واحد يملك جزء من الإجابة. جميل. اليوم أنت تحث على السؤال والمعرفة والإجابة، تحث على القراءة، تحث على المشي وغيرها. يجيك سؤال إنه هل العرفج أساساً يمارس كل هذه الأشياء علشان يدعونا لممارستها، ولا بس هو جالس ينظر علينا لأكثر ولا أقل؟ شوف، هذه التهم دائماً الناس يقولوها، لأنه هذه جملة توحي أنك أنت مطلع وأنت ما اطلعت. مثلاً اللي يقولها مثلاً، أنا ما أبغى بالغ أني أنا أقرأ كل يوم كتاب، أنا في السنة أقرأ 360 كتاب، لكن لو قلت ما أبغى الناس ما يصدقوا، فأنا أقول كل يومين كتاب. واللي يتابعني يعرف، واللي اصلا يسمع كلام يعرف انه انا تطرح حلاوه القراءه. زي الوايت اذا ما يصب من تحت الا تمليه من فوق. الحين 250 حلقه، انا اجي هنا ولا اعيد الكلام، منين اجيبه؟ الفضل بعد الله للثقافه والمعرفه وللمكتبه اللي عندي وللرجال اللي استقي منهم والنساء اللي استقي منهم العلم، هذا اللي ينفعني. بيضوا على المشي، بالعكس كل اصحابي يعرفوا. مو يا اخي فايز المالك يقول ذبحتنا بالمشي، يعني انا وصلت لمرحله انه بعض اصحابي بداوا يتهربوا مني بسبب المشي، لاني يبغاني اقول له تعال تقابلني في الشارع. سويت ممشى، اي مدينه في العالم اروح اسوي فيها ممشى، ومن دعاه المشي. وانا منطلق بمدجج بالادله، لا من حيث الدين ولا من حيث الفلسفه ولا من حيث الرؤيه، كلها تحث على المشي. الناس اللي ما يتقبلون لا العرفش كشخصيه ولا يا هلا بالعرفش كبرنامج، ومن حقهم طبعا. طبعا. وش تعلق؟ طبيعي. شوف، ما لن ترضى عنك الناس كلها، لا على مستوى الدين ولا على مستوى الوطن. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. جون كينيدي يقول هناك 20% ضد كل شيء في كل زمن. أنا أقول لك 60% مبسوط من اللي أنا معي 60%، إذا رضيت عني كرام عشيرتي
ولا زال غضبان علي. ايوه يعني انت ما تقدر تقنع الناس ولا. لا بس هذا البيت ما ينفع تسقطه على. ما اسقطته لا ما اسقطته، لكن شوف شوف في نقطه لازم اقولها، وشكر لله الحمد لله المرحبين والقادمين اكثر، عمره ما جاء احد قال يا اخي انا طفشت منك، لكن والله يوميا اللي يقول يا احمد ظلمناك سامحنا، كنا ما نتابعك وبعدين يا اخي اكتشفنا انك انت تتعب. انا لا اخفيك، انا الحمد لله اخذ مكافأة. انا اذكر مره دكتور كتبت انت مقال تقول جددوا شتائمكم. طبعا اللي كان ولا جددوا، قلت يا اخي لا الشتائم هذه ليش كانت تجي في تويتر مثلا، يا ليتهم رقدوا وانت وجهك اللي كنه سطل زباله، انت قلت لهم يا جماعه ترى هذه الشتائم حفظتها ومبسوط منها، انتهينا، جيبوا جددوا 2020. حتى الان ادعو من هالمنبر يا جماعه ارجوكم اللي بيشتمني اول شيء لي شرطين في الشتيمه، ان تكون جديده وان تكون بفصحه، زي ما قال الشعراء والله لن أهجى بالفصحى خير من أن أمدح بالعامية. بعدين أنا أقول لك للأمانة يعني أنا أتعب على الشغل، الروتانا ليست بخيلة معي، تعطيني ما يرضيني من المال والجاه والحرية، وأنا لابد أرد الدين بالتحية بمثلها، أني أتعب. أنا أقدر ببساطة أجيب كتاب وأنا ما أقرأ زي بعض الناس، لكن لا يمكن، أقسم بالله والذي نفس أحمد العرفة بيدي، عمري ما جبت كتاب إلا أنا قرأته مرة ولا مرتين حتى أبرر ذمتي. مش أن أنتم ما حتراقبوني ولا تدرون ولا تحاسبوني، لكن الإنسان لما يكون عنده قيم ويتمسك فيه، ماني ترى مثالي لا، بس على الأقل لما تقول لي يا أحمد هذا عملك أقرأه بالكامل. جميل. ولا تقول لي خذ أقرأ كتابي، ترى ما أقرأه، لكن لو تقول لي هذا الأسبوع الجاي تستعرضه لازم أقرأه. ويعلم الله قد قرأت كتب إنها ضيق الصدر وإنها مملة، بس لازم واجبي إني أعرضها. جميل، نروح للمشي مع العرفج. تسمح لي طيب فقرة المشي مع العرفج، يعني أنا بصراحة واحد من الفقرات اللي أنا حريص عليها، ويمكن الدكتور يعرف كيف أزعجه كل أسبوع على مين راح يمشي اليوم، كيف ننسق الموضوع في هذا الموسم. أعتقد أنها من أكثر الفقرات اللي حظيت بشيء من الأصداء ومن ردات الفعل اللي تجينا في أهلا بالعرفج. في مواقف صعبة جداً في التصوير وفي المشي وفي الشخصيات واجهت الدكتور العرفج أثناء تصوير فقرة المشي مع العرفج، راح نعرف تفاصيلها معه، ولكن بعد ما نشوف هذا الفيديو اللي يرصد أبرز ما جاء في فقرة المشي مع العرفج خلال مسيرة يا هلا بالعرفج. المشي مع العرفج عادة نسعى لتوريثها وزرعها في النشء، ومو لأنها مفيدة صحيا فقط، بل العظيم أثرها في التفكير وإعادة ترتيب الأمور، مع مشاهير في السياسة والرياضة والفن، فن والترفيه وغيرهم من المؤثرين في المجتمع. أهم شيء المشي عندي أنا هو في البر، خلال عطلة نهاية الأسبوع أمشي على الأقل ساعتين لثلاثة، ومعظم إن لم أكن كل قراراتي الشخصية والعملية تتم في البر وخلال ممارسة رياضة المشي. اللي ما يمشي هو الغريب حقيقه. طيب حياك الله، فهم شو بناك بها. ليس من اجل المشي، انما الانسان يسعى في عملي ويسعى في اعمالي كلها طال عمرك. انا عندي مشروع تشجيع الناس على المشي، وانت رمز كلمتك مؤثره. ما هو بس المشي، بس لا مشي وجري ولعب الى الان. الى الان اخر هدف سجلته متى؟ لا بس ما هو بهدف في المرمى. أجل لا هدف في الحياة ها. طيب توعدنا بأغنية على المشي وتشجع على المشي يا عبد الرحمن. هلي وش باكم على المشي. الكلام علي هنا. ومعانا اليوم حبيبنا سليمان، فأنا مع الفن والشعر. خلاص يا سليمان. تعرف الجاف ورسلته على العرف، دكتور علم وحياته مستوى راقي، قامت حروفه على النهار الشعر تزفج وتحررت في سماء. في المشي مع العرفج مر بنا الوزراء والمسؤولين والأمراء واللاعبين والفنانين والمشاهير والكتاب وكثير من الأشخاص اللي نجدد لهم الشكر والتقدير والتحية لظهورهم معنا في فقرة المشي مع العرفج. دكتور، أصعب المواقف، طبعا ما راح أسألك ليش فقرة المشي، لأنه خلاص أنت والمشي خطين. لا بس خليني أقول نبذة تاريخية عن علاقتي في المشي أحسن. قبل المواقف، المواقف. خلنا نسمعها. لما كنت في معهد العلمي في عنيزة، الحقيقة اكتشفت أنه أنا مخي مرتبط بساقي، فصرت في المسجد أدور وأقرأ وأحفظ، صرت سريع الحفظ، لما نقعد يبطي الحفظ. بعدين طبعا اكتشفت أن هذه نظرية لنيتشه يقول لا أستطيع أن أفكر إلا وأنا أمشي، فعقلي مرتبط بقدمي، فأنا ربطتها. بعدين لما صرت في بريطانيا أمشي كثير كثير كثير، حسيت أن الوقت مهدر، فاخترعت الكتاب الصوتي واشتريت من البي بي سي تقريبا يمكن 50 كتاب،
ونزلت بعض الكتب وصرت أسمع إلى الآن الحمد لله 300 كتاب سمعتها صوتي عربيا، يمكن 50 كتاب بالإنجليزي وأسمعها وثني، رغم أن لغتي يعني ليست بتلك القوية مرة. توطدت علاقتي مع المشي لما جت الرؤية 2030 وشفت فيها بند أنه تشجيع الرياضة المجتمعية ورفع مستواها من 13 إلى 40%. قلت بس يا أحمد هذا واجبك كعامل معرفة أنك تبدأ تضخ، ما تقول لنا تمشوا، لا تمشي، وهذه القدوة أنك أنت تسوي الشيء والناس تقلدك، لا تقول لهم أنت وصع الناس تقول مشوا. فبديت أفكر أنه الناس يحبون المشايخ، يحبون المطربين، يحبون العلماء، يحبون الوزراء، يحبون الأمراء، وبديت أنوع 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 أنوع، كل أسبوع أخذ واحد. طبعا مواقف طريفة، أولها مع أبو خالد الله يطول عمره الأمير وليد بن طلال، أخذت معه، شوف الرجل هذا كيف نبي، أخذت معه مشي يمكن 10 دقائق، اكتشفت أن الكاميرا ما اشتغلت حقة الجوال والكلام كله راح، كله راح، وقال تصريحات خطيرة. قلت له أبو خالد، قال فرصة أبغى أعيد كلامي وأعطيك كلام آخر، يعني على كان يتعلق على الهلال والنصر ذيك الأيام، كان الهلال متصدر. والله أبو خالد رغم وقته في الدقيقة أنه راح عدنا وقال يا أحمد أبدا، ولو ما عجبتك ولا فيها غلط عيدها، حنا نبغى عملكم متقن. وتعلمت أنه الإتقان عنده أهم شيء. كان إقناعه بالموضوع سهل ولا صعب، خاصة أنه يعني معروف عنه أنه ما يفضل الظهور الإعلامي ما يفضل يعني. لا هو لما قلت له الهدف الوطني قلت له أنت يا أبو خالد قدوة للناس ويبغى يعرفون علاقة تجارتك بالمشي، وقالها واعترفت، والسينين نقلت أكثر الوكالات، قالوا أنه 80% من قرارات رجل أعمال وليد بن طلال اتخذها أثناء المشي وأثناء الدراجة كثير، يعني شفت 70 صحيفة نقلت الخبر، وأنا سعيد بهالكلام. أخذت وقت طويل عشان تقنعه؟ ولا والله يوم قلت له شوف، هو أقنعته بطريقة واحدة، قلت له أنت قدوة ولو مشيت أنت حيمشي وليون، قال ابشر. من يوم ما قلت له الكلام اقتنع أنه ترى أنت الناس حيقلدونك. الشيء الثاني يعني كثير ناس قالوا يا أحمد أنا بنمشي نصير زي الوليد بن طلال تجار، قلت إن شاء الله تصيروا تجار. أيضا محمد عبدو يقول لك يمشي معايا في رمضان. محمد عبدو يمكن أنا ما أشوفه طول السنة، بس برمضان تقريبا كل يوم يعزمنا الأستاذ الشاعر الصقعبي ونمشي مع بعض بشكل يومي. نايفكو في الشيشان صورت معه المشي وكل شوي يقول بس لحظة قبل ما نروح النايفكو، محمد عبده كان في مواقف أثناء المشي أثناء الكلام أثناء لا هو الأسئلة. محمد وعدني أنه يسوي أغنية على الماشي، قال لي على الماشي يا الرأي. فإلى الآن الموضوع أنه الصقعبي حيكتب الكلمات ومحمد عبده عن تحفيز الناس على المشي. طيب. نايفكو طبعا في الشيشان، وإحنا في جروزني أصر إلا أنه المسجد يكون خلفية اللي افتتحنا ذاك الأيام مع الرابطة، أنه أصر. ونايفكو تعرف مدلع كل شوي لا عيد لا عيد، يمكن 7 مرات يا نايفكو والله أنك وسيم، يقول لا ماني وسيم أنت أوسم مني. كيف الحين تتعامل مع أبو عبد العزيز؟ يا أبو عبد العزيز لين جبنا حكمين، واحد مني واحد منه، حكمنا 6 مقاطع واختاروا اللي الأصوات الأكثر اخترناها. كمان عندنا سجلتوا 6 مقاطع؟ 6 مقاطع وهو اللي هو اللي ذا رفض على كذا. بعدين أنا أحاول دائما أني أربط المشي بالكتاب المسموع، على أساس أنه الإنسان ما تبحث عن رفيق أحيانا، أنا الحين ما أبحث عن رفيق، أما رفيقي هو الكتاب. طبعا نلام وامشي جنب المقبرة. ليش كثير ناس نهتم؟ قلت لهم أنا أبغى ألفت النظر للمشي، لأن الناس تلفتهم الإثارة. لو أنت تمشي عند حديقة أو عند البحر هذا الطبيعي نورمال، لكن لما تمشي عند المقبرة الناس زي ما يقولون في المثل العام رجل الديك تجيب الديك. السؤال هذا يودينا للمشي، والله امشي لن يسمع كتاب، والمشي مريح، والمقابر عمرك ما تشوف احد من المقبره يقول بتصور معك يطلع من قبره، لكن لما تمشي بشارع عام ولا البحر دقيقه تصور يشوشون عليك. فالمقابر صامته، اجي كل يوم اسلم عليهم ولا ما اختلفنا، بس الواحد بحاجه الى طاقه خلنا نسميها جماليه روحيه محفزه للمشي. احسنت، بس يعني والله اكثر طاقه تاخذها من اصحاب القبور بالنسبه لك. لا لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حافر بقبره بيت ببيت بقبره وكان كل ما قست نفسه ولا أقبل يعني قل إقبالها دخل وقال يلا نفس متي، بعدين يطلع يقول نفس عدتي. أنا لما أطلع من المقبرة أطلع بنشاط وحيوية متدفق أنه أيامي معدودة، يلا بسرعة بسرعة تجي كذا. فهذه فلسفة قد لا يتفق مع الناس، لكن أقول لك فلسفتي يظل رأيك وإحساسك. وبعدين الناس طبعا لا، وبعدين الناس يعتقدون المشي بالمقبرة أنه تشاؤم. لا شوف أبو بكر الصديق يقول اطلب الموت توهب لك الحياة. خالد بن وليد ما في معركة ما دخلها يبغى يموت ما مات فيها. اللي يخاف من الموت هو اللي يجي الموت، اللي يخاف من الذيب يطلع له. جينا بموضوع الأخير يعني اللي ما هو دائما بس ما هو دائما إيه؟ جينا للسؤالك اللي سألتني في الفاصل على النساء. إيه يعني أنه أغلبية المشي إيه؟ كان مع شوف يعني احنا صراحة ذكرنا ذكر أستاذتنا كوثر الأربش وكاتب القديرة أماني شو اسمه أمل الهزاني وتذكر إنصاف اليحياوي المذيعة التونسية. مشكلتنا مع البنات دائما إنهم ما يمشون في وقت اللي يمشي فيه،
الشيء الثاني انهم يبون يعيد التصوير كم مره، تعرف يهتمون بالجماليات ومن حقهم طبعا، فنتعب معاهم نتعب يعني، تصور احيانا نعيد المقطع مره مرتين، وما زال الباب مفتوح لاي واحده من المحبات المشي، انا والله جاهز. طيب بس نوضح انه اصلا فكره الفقره كلها انك تفتح كاميرا جوالك وتصور كذا بكل بساطه. بس والله انها من اكثر من اكثر الفقرات اللي الناس يحبونه، وبعدين التنوع اللي فيها زي ما تفضلت محمد نور ياسر قحطان، طبعا احنا مخبينا مفاجاه، مشيت الان مع راشد الماجد ومع ماجد المهندس ومع الجسمي ومع راشد الفارس، وكلهم ان شاء الله في الطريق، واحمد صادق ذياب، وفي فكره انه ندمج المشي مع قصه اغنيه عشان نختصر للزمن. جميل جدا. طيب المشي ما راح نفوته اليوم، يعني حتى واحنا تحدثنا عن فقره المشي مع العرفج، لانه راح نطلع شخصيه جديده مشت مع الدكتور العرفج. هذه الشخصيه واحد من اجمل ومن انبل ومن انقى الناس حقيقه، يمكن الادوار الانسانيه الكبيره اللي تشوفونها جالس يقدمها على صعيد المجتمع وعلى صعيد الانسانيه يختبئ خلفها ايضا رجل لا يقل نبلا وانسانيه وخلقا، وهذه ما راح يعرفها الا اللي يقترف فعلا من سفير الانسانيه، الرجل الكبير باخلاقه ونقائه وحضوره المجتمعي، الفنان فايز المالكي. خلونا نشوف وش قال في المشي مع العرفج. مرة ثانية همشي أنا وفايز. أبو ركان شلونك؟ أنا تمام، وأنت يا أحمد العرفج مثل المطر. أيوة. أينما نزلت حلت الأرض خضراء. يا زيني. لا بس قل لي كيف المشي معك؟ والله شوف، أنا كنت أول أشوف مشاهدك وأضحك عليك، أنت وش أبي يا أخوي أزعج العالم بالمشي والمشي. أيوة. فجأت في دكتور يقول لي إذا ما مشيت أنت والله حتتعب كثير في حياتك. وصرت تمشي؟ والله إني خصصت والله العظيم يومياً ساعة إلى ساعة ونص مشي، حتى قال لي لو تمشي حول بيتك. نعم. الولد داعي مضمار والمدري وشو حول البيت. قال أنت رجل تدخن بشكل سيء جداً، ورجل ما تسوي رياضة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقيك من الأمراض بإذن الله تعالى ها، وإنك ما تطيح تكون شايب بسرعة المشي. وصرت تمشي؟ صرت امشي بعد الله. ثم بعد ما كنت انا كنت اول استغرب من كثير. انت سبحان الله اول من ينتقد واول من يصفق. شكرا لك احمد. بس يعني صرت توعدني امشي دائما. اي والله امشي، والله كل واحد شاهدنا امشي يا جماعه والله صح. شكرا للفنان فايز المالكي وتعليقك. والله انا اشكرك واثني على كلامك. ابو ركان الحقيقه رجل نبيل، سوى مدرسه في عمل التطوع، مساعده الناس في كل مجلس. يعني انا صديق الفايز في اليوم كل يوم يسالني واحد يقول لي اعطني رقم فايز، اعطني ايميل واعطني كذا، من باب الاسرار انا ما اقول الا استاذن فايز. فانا احييه ايضا، لكن عجبني هذا قياس الاثر. هو كان اول فايز ضدي في المشي، قال الان الدكتور قال له لازم تمشي. لما تقول هل تاثير ياهله بالعرفج كبير؟ نعم، هذا تاثير فايز، انه حافظ فايز انه المشي مع العرفج باستمرار، والان هو تنازل وقال انا صرت امشي واحث الناس على المشي. استاهل ابو ركان، وشكرا لقبول دعوه العرفج في المشي مع العرفج. وهذا فاصل اخير في حلقتنا ومكملين معكم. وصلنا معكم إلى سيرة وتر. سيرة وتر اليوم احنا عودناكم انه الشاعر او الملحن او الفنان اللي اداها يحكي لنا قصة هذه الاغنية، وهذه فكرة سيرة وتر. بس اليوم احنا راح نجمع لكم لقطات لأهم ما عرض في هذه الفقرة، في فقرة سيرة وتر، مع الشكر للفنانين، للشعراء، للنقاد، للإعلاميين، لكل من شارك في هذه الفقرة. وبنرجع نحكي لكم على تفاصيل والكواليس اللي خلف إعداد هذه الفقرة مع الدكتور أحمد العرفج. تفاصيل كثيرة وخفايا تعرض الأول مرة في هلا بالعرفج، على لسان مغني أو ملحن أو شاعر، نشاركها معكم ونحيي ذكرها. سعيد جدا أني أكون معكم اليوم في حلقة هلا بالعرفج لأتكلم عن أغنية أو قصة أغنية تعب تكذب للفنان عايض يوسف ومن ألحان الأنين. الحديث اليوم عن أغنية حنا رجال أبو فهد. هذه الأغنية كانت أول أغنية قدمت في العهد السلماني. مساء الخير كل مشاهدي يا هلا بالعرفج. حبيت أحكي لكم اليوم قصة أغنية أنا بعتز بها جدا، هي أغنية نارك حطب. بعرف جلقاف ورسلته عن العرفج، دكتور علمي وحياتي ومسلم.
أكرر الشكر لكل من ظهر في فقرة المشي مع فقرة سيرة وتر. وعلى طار المشي دكتور، ترى في بعضهم كان يحكي سيرة وتر وهو يمشي، وأحنا نفكر أنه ندمج المشي مع سيرة وتر. كل هذه الأفكار المتجددة، وين طموحك في موضوع المشي مع العرفج؟ والله شوف، المشي زي ما قلت لك هو تحقيق الرؤية 2030، برنامج جودة الحياة، وهو برنامج الحقيقة شغال وممتاز. جميل. وإن شاء الله يكون في مبادرة معاهم حول المشي وتشجيع المشي. إن شاء الله مستمرين في المشي. طبعا أنا عندي يوم اليوم من حقي أحلم، من حقي يكون عند طموح أنه يكون المشي في يوم من الأيام مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بصفة أنه هو ملهم للشباب وهو القدوة حقتنا، وهو اللي فعلا يعني أعمال كثيرة ما شاء الله تعلقت من خلاله أو تحققت من خلاله، أنه نمشي إن شاء الله وحتجر فرصة إن شاء الله تتحقق. طبعا إن شاء الله إن شاء الله إحنا قريبين من الحمد لله مع ولاة الأمر، بس تيجي فرصة يكون هو مرتاح ويكون هو، لأنه هو الله يطول عمره مشغول دائم، لكن إن شاء الله حيجي وقت وإن شاء الله حنعرض المشي مع بيدي. طيب نروح لسيرة وتر، حكاية سيرة وتر، بداية الفكرة، أهم ما جاء فيها. والله شوف، هو اللي جابها أخونا أبو سعد في البداية، قال يا أحمد نبغى نجيب قصة، نجيب أغنية أنت تستلطفها. بعدين طورنا إلى قصة أغنية. أتذكر أول قصة عرضناها، أنا باتبع قلبي بس ما علي في الناس، يقولون لي سيبه تلاقي بديله جم، وقلبي يقول لي لا تسيبه ترى تندم، من كلمات الشيخ الشاعر حسن المحضار الله يرحمه، اللي يقال أنه كتبها في زوجته. تواصلت الأغنية، أبو سلمان خالد العقيلي ارتأى أن نقول سيرة وتر بصفة أنها قصة أغنية. استمرت الفقرة هذه. الغريب في هذه أنه كنا نتعب في البدايات، الآن والله ما عاد صرت أتعب، صار كل واحد يكلمني أحمد عندي قصة أغنية، أحمد عندي، يعني الحين عندي في الأرشيف حق 4 أسابيع جاهزة، قصص جاهزة من كثر ما سواء. وأنا بشكرهم كلهم، سواء محمد عبدو، عبادي الجوهر، علي عبد الكريم، صالح قيري، عبادي الجوهر، كلهم طبعا تجل الشعراء، عبد اللطيف على الشيخ، فلان فلان، كلهم يستاهلون والله كلهم والتحيل. لا، واللي خارج الوطن أحمد فتحي، فدوى المالكي، لطيفة. الحمد لله البرنامج الآن استوى على سوقي، وصار كل الناس يقول لك لا نبغى نعرض فيها، وصار عندنا انفرادات. الشاعر القدير عبد الرحمن الحوتان أول مرة يطلع معانا، فاروق سلامة أول مرة يطلع معانا، ناصر الصالح أول مرة قال قصة الأماكن كيف إنها كانت النوال، بعدين قدرة قادر راحت لمحمد عبده، هذه كلها على طاولة يا هلا بالعرفج. أنا سعيد بكذا. وأيضا خليني أشكر كل اللي كتبوا نصوص حول يا هلا بالعرفج وغنوها، عبد القرني صوت الجميل، العذب، سعد جمعة، صالح خيري، أحمد فتحي، عبد الرحمن بحمدين، علي عبد الكريم، من الشعراء رجال الله الله يطول عمره بن حايل، ما يعني ما أقدر أذكرهم من كثرتهم ما شاء الله، هذول كلهم نشكرهم لأنهم هم جزء من سيرة وتر. هم كرماء وأنت تستاهل والله، يوم أحسن ظن منهم الله يحفيهم. وبالمناسبة أيضا إثارة سيرة وتر دائما تثير جدل، بالذات إذا كان أخونا محمد سلام الله يطول عمره. أحيانا تعرف، أحيانا القصة ترى يكون لها أكثر من تفسير، أحيانا أغنية يكون لها أكثر من قصة، أحيانا كتبت في أكثر من مكان. والله أحيانا أنا أعرف القصص أكثر من اللي يقولوها الناس، بس ليس من المروءة أن يتشطر وأقول كلامه خطأ. حنا نعرض كل الأفكار، محمد سلام عنده مادة، مفرح زرقان عنده مادة، عبد الرحمن بحير عنده مادة، خالد أبو منذر عنده مادة، علي فقندش، كلهم نعم ولا نكذب أحد، كلهم ممتازين. جميل. طيب دكتور، قبل ما ننهي معنا دقيقة أبسمع فيها، أنا أسميها بالعادة لضيوفي تغريدات صوتية أخيرة، التغريدة الصوتية الأولى لمشاهدية هلا بالعرفج، وش تقول لهم خلال كل هذه؟ والله نقول لهم إحنا نفعل كل ما نرى أنه هو واجب فعله. أنا أجي من الساعة 4 وأنت تشهد قبلكم كلكم، أجي رغم أني لا أبالغ إذا قلت أنا أعلم واحد في, 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 في قناة خليجية، لكن أجي الساعة 4 لأني أحترم ضيوفي وأني أجهز 6 صفحات ولا أقول لصفحة، لأني لو جهز صفحة أقول نصفحة. جميل. للأستاذ تركي الشبانة، وأنا أعرف أنه ما يحب الكلام عنه ولا يفضل، لكنه بصراحة واحد من اللي أعطوا الانطلاقة الأولى يا هلا بالعرفج. شوف، تركي الشبانة في ميزة أنه ما يعلمك السباحة، يرميك في المسبح. رماني قال لي أحمد أنت اللي تقدر تسويه سويه، أنت لما يحملوك المسؤولية تتعب، وهذه سياسة تركي، عمره ما يتدخل في حد. طيب. تركي له في النتائج، واحنا تعلمنا انا من مدرسه تركي الشبانه. للي ما يحب العرفج ولا يهلا بالعرفج، والله ابدا مو مطلوب هنا، نحن لا لسنا في حاله زواج. مو مطلوب تحب ولا انا مطلوب منك انك تقاضيني بما يرضي الله وتقاضيني بالعدل. انت مع الكافر لازم تعدل، فانتم قولوا ماذا قلنا، ترى احنا اذا اخطينا في حلقه ترى سوينا 250 حلقه. اخيرا لاحمد العرفج. لأحمد العرفج أنا أقول سعيد بما حققته، لكني أطمح للمزيد. ونفعني في الحياة 3 أشياء، أنني لا أنشغل بالأعذار ولا أنشغل بالآخرين ونجاحاتهم،
ولا أنشغل أيضا بالتبرير لكل شيء سيء. شكرا جزيلا لك. الحلقة 251 تشوفونها الأربعاء القادم إن شاء الله، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.